تنضم إلينا من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا بعد التحية، فيما يبدو أن الجنود المقتولين الإسرائيليين طبعا المقتولين في قطاع غزة في تزايد، ربما هذه الأنباء تأتي في وقت يشارك فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في سرادق عزاء للضابط الإسرائيلي الكبير الذي أعلن الجيش الاحتلال أنه قتل في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. كيف يستقبل الإسرائيليون ما يتعلق بقتل الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة؟ نعم، بعد التحية دعنا نقول أن كل الأوساط التحليلية الإسرائيلية كانت تقول أن كل ما يخرج نتنياهو أو جالنت أو رئيس أركان جيش الاحتلال للإعلان أن هنالك مزيد من الضغط سيمارس على الجيش الإسرائيلي في القطاع، هذا يدلل كان على أن أعداد القتلى غير مقصوع عنه بطريقة صحيحة، وبأن إسرائيل تعلم وتعي بأن أعداد القتلى والجرحى لديها أعلى وأكثر بكثير مما يتم الإفصاح فيه في وسائل الإعلام العبرية. لذلك كان من المتوقع أن في هذه الخطابات هي تهيئ الشارع الإسرائيلي لمزيد من الأنباء حول أعداد القتلى والجرحى التي عند انتهاء هذه الحرب ستفصح عنها يعني المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية. ولربما هذا يتماهى أيضا مع القانون الذي يتيح لوسائل الإعلام العبرية حق الحصول على المعلومة حول هوية أو أعداد القتلى والجرحى في قطاع غزة، وهذا آخر ما كشف صحيفة هآرتس العبرية التي كانت قد قالت بأنها ستطالب من الحكومة الإسرائيلية الإفصاح عن العدد من القتلى، خاصة أن هنالك البعض مفقود حتى اللحظة حسب البيانات الإسرائيلية وغير معروف إذا كان هو ضمن المحتجزين أو القتلى. لذلك خرجت هذه الحكومة الإسرائيلية وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن مزيد من أعداد القتلى، لذلك نراها تخرج إلى العلن اليوم لربما اقتراب انتهاء هذه الحرب. لكن كما تقولين هذا القانون الذي ينص على ضرورة الإفراج عن هذه الأسماء لم يحدد زمن ولا توقيت معين بذات الوقت الذي ربما يعلم جيش الاحتلال أن هذا الجندي أو ذاك الضابط قتل في هذه المعارك، وحتى استخدام المفردات في الصحافة العبرية في الصحافة الإسرائيلية هم يستخدمون مصطلح الإفراج أو أفرجت قوات الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي أفرج عن بعض الأسماء المقتولين من الجنود والضباط في قطاع غزة، يستخدمون لفظ الإفراج عن هذه الأسماء. كنت تتحدث عن أساف حمامي وهو الضابط واللواء الذي كان قد قتل في المعارك الضارية في قطاع غزة كما تقول بيانات جيش الاحتلال، هي تقول أنه كان قد قتل في 7 أكتوبر صحيح. وأنه تم حجز جثمانه وجره إلى قطاع غزة، وبأن أساف حمامي هو كان من ضمن أهم الأسماء وفق المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها جهاز الشباك الإسرائيلي لدى حركة حماس، وبأن كان لدى هذه الحركة صور أساف حمامي وبأنها دخلت وقتلته وهي تعلم هذا المنصب الذي يتبوأ مكانته لدى الحكومة الإسرائيلية، لذلك تم استهدافه كما تقول وتم حجز جثمانه للمقايض عليه فيما بعد في مراحل إطلاق أو تبادل الأسرى سواء من المحتجزين أو سواء من القتلى الجثث المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك كان هنالك تكريما أساف حمامي بأن يكون هنالك جنازة رمزية تقوم وتقدمها هذه المنظومة الأمنية العسكرية حتى تهدئ من روعة الشارع والجمهور الإسرائيلي الذي خرج أمس وأيضا وقبله في تظاهرات تطالب بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وليس حصرا وقصرا على النساء والأطفال. طيب، بل أن يكون هنالك دانا اتساقا مع ما نتحدث عنه، نذهب الآن إلى تل أبيب على الهواء مباشرة ونتابع ونستمع إلى هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية. Of international institutions about the barbaric sexual إطلاق النار على مناطق الحساسة وعلى رؤوسهن، وسمعنا عن الإساءة للنساء الإسرائيليات والفتيات، وهذا يبين أن ما مدى فداحة ما كانوا يقترفونه. Unequivocal condemnations by the UN and international community. Israel will dismantle the Hamas rapist regime so that it can never offend, and we will bring every last Hamas sex criminal to justice. Now, an operational update following Hamas. سنحاول التعرف على ما قاله هذا المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في خدماتنا الإخبارية اللاحقة، لكن أعود مرة أخرى إلى دانا. دانا، كنت تتحدثين حول الجنازة الرمزية التي نظمت لقائد فرقة غزة
الذي قتل في 7 أكتوبر كما تقول أو كما تقول الحكومة الإسرائيلية وبياناتها. نعم، كنت أتحدث بالفعل عن هذه الجنازة الرمزية والتي يحاول وتحاول المنظومة السياسية الإسرائيلية أن تستقطب وأن تهدئ من الشارع والجمهور الإسرائيلي، وخاصة بعد التظاهرات التي بدأت تتوسع طاقة، وخاصة بعد إطلاق وقف النار ووقف الهدنة سواء في القدس أو في تل أبيب. وأصبح لسان حال هؤلاء المتظاهرين ليس فقط وحصرا على المطالبة في تبادل للأسرى النساء والأطفال بالقبول باتفاق شامل وكامل، أي يعني تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين مقابل أن يكون هنالك إفراج عن جميع المحتجزين سواء الجثث أو القتلى الإسرائيليين أو حتى كافة المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. الأهم من ذلك أن الشارع الإسرائيلي أصبح يطالب بضرورة إقالة نتنياهو، وهذه أهم الشعارات التي ترفع داخل هذه التظاهرات. لذلك تحاول المنظومة السياسية والعسكرية استقطاب الشارع الإسرائيلي خوفا من أن يكون هنالك تحرك أكثر وأن يكون هنالك حرب أهلية كما يسميها بعض المحللين هنا في داخل إسرائيل، بأن نتنياهو يجر وجر في السابق عند أزمة إصلاح النظام القضائي والآن يكرر هذا المشهد وهذه المشهدية من خلال خلق أزمة داخلية في داخل المجتمع الإسرائيلي. كنت أتحدث أن هذه الأعداد بدأت توضح للعيان أكثر فأكثر عن عدد القتلى والجرحى، لربما نستطيع ربطه بما تقول التحليلات العسكرية وأهم حلله المحلل السياسي العسكري في صحيفة دعوت أحرنوت وهو المقرب جدا من الإدارة الأمريكية، قوله بأن هنالك لابد أن يتم الانتهاء من هذه الحرب في غضون أسبوعين من الآن، وبأن هنالك سيكون مزيد من التشاذبات ومزيد من الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إذا لم تنتهي من أعمالها وإذا تم نقل ما حدث في الشمال إلى الجنوب، وبأن حماية وأمن المدنيين من هناك على سلم أولويات الإدارة الأمريكية خوفا من أن يكون هنالك تطبيق لما حدث في الشمال ويعني العمل على نزوح البعض من المتواجدين هناك والحديث عن الملايين. عدا عن ذلك هذه التحليلات قالت بأن إسرائيل ليست لديها أي تخطيطات استراتيجية أو أهداف استراتيجية، كل ما تقوم فيه على أرض الواقع هو تحركات عملية تكتيكية. سريعا دانا، ما يتعلق بالاجتماع المزمع والمتوقع أن ينعقد اليوم بين أسر المحتجزين في قطاع غزة ومجلس الحرب في إسرائيل؟ نعم، إن كنت تسمعني، يعني هذا ليس الاجتماع الأول ولم يكن الأخير كما تقول الأوساط العبرية، خاصة بأن هذه التظاهرات كما ذكرت بدأت تتوسع ليست فقط في الأعداد المشاركة بل أيضا في المناطق التي تتواجد فيها هذه التظاهرات، ويعني تكون سواء في تل أبيب، في القدس، بئر السبع، قيصاريا والعديد. وصلت عدد النقاط التي كان فيها هذه التجمعات وهذه التظاهرات إلى 8 تظاهرات. لذلك كان هنالك دعوة أو طلب في البداية من ذوي المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الاجتماع مع كابينيت الحرب الإسرائيلي، وكان هناك ذلك في وقت سابق محاولة لاستباق هذه الفرصة، فقام نتنياهو باللقاء مع العائلات قبل جالنت الذي كان قد أعلن هو منذ البداية أنه سيلتقيهم، وكان هنالك أيضا خلافات لأنه لم يستقبل جميع العائلات وقال لأنه لأسباب تقنية وأنه بسبب عدم وجود مساحة كافية وما إلى ذلك. هذا ما أثار حفيظة العائلات من جديد ونزولهم إلى الشارع وتواجدهم أمام منزله في مدينة القدس، ولكن هذه المرة يقول بأنه سيكون هنالك اجتماع مع جميع العائلات لإطلاعهم على سير الأمور وكيف تجري الأمور في داخل قطاع غزة، وبأن كل هذه عمليات التوغل البري من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب هدفها واحد وهو الحصول على معلومات استخباراتية قد تساعدهم للوصول إلى أي معلومات إلى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن إعادة المحتجزين على سلم أولويات المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية، وبأنه سواء بالجهود الدبلوماسية أو حتى بالقوة سيتم الإفراج عن المحتجزين. وهذا ما يتغنى وتغنى فيه نتنياهو من خلال مؤتمره الصحفي بأنه تم الإفراج عن ما يزيد على 110 من المحتجزين. وذلك دانا، سنتابع معك على مدار الساعة ما يتعلق بكل هذه التفاصيل في الداخل الإسرائيلي وكيفية وطريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع قضية الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة بالنظر إلى الضغط أو ضغط الأسر على الحكومة الإسرائيلية.